السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبابي المشاهدين متابعي قناة أحمد الشيف تاتك. في هذه الحلقة سأريكم طريقة تفعيل جهازنا بدون الحاجة إلى حساب سوني. هذا الفيديو خاص للذين أجهزتهم عليها باند أو عندهم مشكل في الدخول إلى حساب سوني. نبدأ على بركة الله. فمثلا utiliser un compte existant. سأدخل على حسابي هنا. كما ترون l'accès a été interdit. معناه أن جهازنا مبند أو عندنا مشكل في البلاي ستيشن 3. الحل أحبابي في الله هو تنصيب برنامج أبل. نذهب إلى gestionnaire de package, installation fichier package ستاندر، ثم نبحث عن برنامج أبل. ندخل الآن على البرنامج. البرنامج يقوم بتحميل جميع الملفات الموجودة في جهازنا، وهذا البرنامج له وظائف عديدة وجد مميز. نذهب إلى هذا الخيار User Backup، ثم نضغط على الخيار الأول Activate PS3. نضغط على X، وكما ترون قد تفعل الجهاز بدون مشاكل. نضغط على OK و هنا يطلب منا إعادة تشغيل الجهاز. نضغط على OK. بعد ذلك دائرة ثم دائرة ثم دائرة مرة أخرى ونضغط وي. نقوم بغلق الجهاز. ونشغل الجهاز مرة أخرى. هذه العملية التي يقوم بها هذا البرنامج وهو الدخول بواسطة حساب وهمي لكي نتمكن من تفعيل الجهاز. إذا ضغطنا هنا كونيكسيون ستجدون أن هاته فارغة، ومع ذلك فعل الجهاز. إلى هنا نكون قد أنهينا حلقتنا، وإلى اللقاء مع حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس ليصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.